فنان عصام كاريكا منور نجوم اف ام. منور بيك، كل سنه وانت طيب وكل مستمعين طيبين. ايه اكتر حاجه معقداك في الدنيا؟ الزحمه اللي احنا فيها دي. بس يعني هي دي اكتر حاجه دلوقتي. انت جواك بتحس ان في جواك زحمه؟ زحمه في كل حاجه، حتى في البلد زحمه، في كل لا انت كبني ادم جواك مشاعر وافكار زحمه يعني ولا والله ايه؟ اليومين دول يعني عشان بسلم حاجات كتير. في مدرس زمان عقدك من ماده معينه يا عصام؟ عقدوني من ماده الالماني. الالماني ليه؟ كانت بتلمك يعني؟ ما كانش، كنت فرنساوي والماني، فانا كنت داخل الماني وما كنتش افهم حاجه، وحتى الاستاذ ما كانش بيفهمنا حاجه. يعني انت ما تقدرش تقول لي ولا كلمه الماني دلوقتي؟ لا ايش لي بيدش يعني، بحبك يعني. عندك فوبيا من حاجات معينه يا عصام؟ الادوار العاليه. مع انك في الدور الثامن يعني. في الثامن لا، وكنت ساكن في ال 15 بس ما كنتش بطلع البلكونه يعني، عندي الفوبيا دي انا. طب افرض انت مثلا عندك جنوة كليب والمخرج اصر انك تصورها مثلا، اغير المخرج. قول لي موسيقي او فنان عقدك من جمال الحانه. بليغ حمدي. ليه؟ لا ده راكبه جن. لا بيعمل حاجات ما تتعملش خالص. انت ما بتعملش حاجات ما تتعملش خالص؟ لا بعمل حاجات ما تتعملش، والحمد لله ربنا يسرها معنا في الالحان كويس، بس بليغ حمدي هو اللي معنا. ايه اللحن اللي انت حسيت ان هو كان جواك عفريت وطلع منه؟ عاتبك على ايه ولا ايه لمحمد محمد؟ اغنيه عملت لك عقده، خدت وقت طويل، المطرب غلبك، انت حصلت لك حادثه، حاجات كده يعني. وقت طويل. غنوة محمد منير، انا عمر عيني ما دمعت. خدت وقت طويل مني قوي، والقعدات كتيره كانت معاه وكده. طب مطرب قررت انك ما تتعاملش معاه؟ لا مش يا عم، مش هتقدر تقول اسمه. طب قول من غير ما تقول اسمه، عمل معاك ايه؟ يعني مطرب بتلاقيه بيفتي في كل حاجه، هو ممثل يعني. ممثل، انا عملت له معظم افلامه ناجحه، وابتدى بقى يتدخل في كل حاجه، فمش هتعامل معاه تاني وقررت. في ست عقدتك يا عصام يا كاريكا؟ ستات مش ست. ستات عقدوني. هي الست تعقد الراجل ازاي؟ بكلامها الرزين. وبأنوثتها. ويطلع عكس كده بعد كده. دي تموت مش تعقد. مين بيقعد التانية اكتر، الراجل ولا الست؟ الكياد اكتر. الكياد؟ طبعا. هي الست اللي كياده مش كده؟ الست كياده والراجل ساعات بيك. انت ممكن تبقى كياد؟ اكيد، لما يحصل اي حاجه بشغل دماغي بقى في الكيد. بتشغل دماغك في الكيد؟ امتى تكون مجنون؟ طبعا السؤال ده غريب جدا انك طول الوقت مجنون. الحمد لله. بس امتى تحس ان جنانك ملوش حدود؟ اما بكون بعمل حاجه المطرب كويس وقادر يقول يعني. اليومين دول انا بعمل 20 غنوه، فبنتجنن فيها يعني. يعني ايه بتتجنن فيها؟ بتعمل ايه؟ يعني بنعمل ابداعات، ابداعات تحس ان انت عايز تبدع اكتر بوجود الراجل الشخص اللي معاك ده. عصام كاريكا ممكن تعمل حاجات تتكسف منها؟ يعني ممكن. في حاجات كده انت بتحط في دماغك ان انت فنان ما ينفعش تعملها، مش عارف ايه، تيجي مستعجل لحد عايز يعدي لازم توقف له، فلو عديت هتبقى مكسوف قوي ان هو يقول عليك ده للادب يعني. اكبر عقده موجوده في الوسط الفني؟ عقده اللبنانيين. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني يقول لك عايزين ممثله لبنانيه، عايزين مش عارف حفلات فيها مغنيه لبنانيه. طب ليه بيقولوا كده؟ عقده. لا، هل اللبنانيين مريحين اكتر في التعامل؟ مريحين وفاهمين. فاهمين. فاهمين. انت شايف ان كل الناس وحشه الى ان يثبت العكس ولا العكس؟ لا، كل الناس حلوه الى ان يثبت العكس. فعلا ما صدمتش في حد؟ اتصدمت كتير في ناس. لما بتصدم في حد كنت فاكره صديق ورائع وجميل وطلع العكس، بتعمل ايه؟ بوطي بقى شويه، بوطي الراديو كده شويه علشان ينزل كده واحده واحده، لانه معاه اسرارك كلها. صفه نفسك تكون موجوده فيك؟ الطيبه. انت مش طيب؟ يا لهوي، ده انا فظيع. ما انا بقول نفسك تكون موجوده فيك. ما انا بقول لك، ما انا بقول لك اتمنى اكون طيب. تتمنى تكون طيب؟ ايه ده عصام، انت شرير؟ يا لهوي يا لهوي، انت الشر جوايا. طب ما تقول لي كده ملامح الشر يعني، مخالب وانياب وحاجات كده. ان انت تقعد بقى تخطط وتدقق. انت بتعمل كده يا عصام فعلا؟ على طول لازم. يعني اصحابك في الوسط الفني مش بيسلموا من شرك؟ لا انا بهزر والله. لا الطيبه الحمد لله فينا يعني، وتعرف اهل اسوان ومصطفى كلهم طيبين يعني. كلهم طيبين طبعا. عصبيتك صعبه ولا سهله؟ لا صعبه، مدمره، بتكسر حاجات. بس اذا جيت على كيان يعني، كيان انا تعبت فيه وجيت انت عليه، فبتضايق من ده، ببقى عصبي.
بتعاني من صراع جواك محيرك ومضايقك؟ لا مفيش كلام، مفيش اي صراعات ولا الكلام ده خالص. امتى تفقد قدرتك على الكلام، تبقى عايز تسكت والسلام وخلاص؟ اما احب اسافر واشوف بحر وحاجه ربانيه كده، احب اقعد ساكت مش عايز اتكلم خالص واتمتع بالحدث. لو حد اهانك يا عصام، بترد الاهانه ولا بتسيبه ولا بتسامحه؟ لا ما بسامحش، بهين باكتر. بتهين باكتر؟ طبعا. ما بتنساش الاهانه؟ اعوذ بالله. حتى لو اتزلك؟ حتى لو اتجنن قدامي. حاجه دايما تحب تنساها بمزاجك؟ لا احب انسى الوضع اللي احنا فيه دلوقتي في البلد. طيب حاجه بتنساها غصب عنك؟ حاجه بنساها ده حاجات كتير بقى، مواعيد بنساها غصب عني بقى، دوشه الحياه ودوشه الشغل. الفوضى قانون حياتك ولا الترتيب يا عصام؟ لا ترتيب جدا. بجد؟ جدا. امال ليه بنقول الفنان فوضوي؟ لا خالص، انت لو تخش الاقي الطفايه مش في مكانها بتجنن. لو عايز اخسرك اعمل ايه؟ لو عايز تخسرني تعالى على كياني واتكلم عليه وحش. امتى ما حدش يقرب من عصام كاريكا؟ اما يكون مشغول في الشغل قوي. ممكن تكذب على نفسك وتصدق الكذبه؟ عمري. عمرك. امتى قلبك يتقفل في وش بني ادم؟ اما احس ان هو ما يستاهلوش. هسألك سؤال بس ما تتضايقش. هتتضايق؟ والله ما هتضايق. عدم وجود شعر في راسك عمل لك عقده؟ لا اهو الشعر في راسي قدامك اهو عشان انت تقول للمستمعين. اديني اهو مبينهولك علشان ايه ما تطلعش عليا شعر. انت مصرف في فلوسك اكتر ولا عواطفك؟ لا مصرف في فلوسي كتير جدا. وفي عواطفك؟ وفي عواطفي لا لا بمسك عواطفي. ماسك عواطفك. طب صادق في اغانيك اكتر ولا في علاقاتك الانسانيه؟ علاقاتي الانسانيه اكتر. اكتر من اغانيك؟ لا لان اغانيه هي احداث عن ناس كتير. يا سلام على الفلسفه. السعاده جواك حقيقيه ولا شعور مش بتحسه؟ لا حقيقيه، اول ما بتيجي السعاده بعيشها تماما. ايه اللي يخليك سعيد ومزقطط وطاير من الفرح؟ النجاح. وايه اللي يخليك العكس؟ الفشل. فشلت كتير ولا نجحت اكتر؟ نجحت اكتر الحمد لله. جواك حاجه مش مفهومه يا عصام؟ لا كله ابيض يعني. مفيش ولا منطقه غامضه؟ اديني ما هو شعري هو. لا لا سيبك من شعرك يعني. انا بسالك مفيش ولا مناطق غامضه فيه؟ لا لا خالص الحمد لله. بتسوق العربيه بسرعه؟ خالص. عمري يا راجل والله يعني زاد من 80 ما ينفعش. الضلمه بتخوفك؟ لا مش الدرجه دي خلاص. لو شفت حشره ماشي عليك تترعب؟ لا مش ايه؟ كبرنا على الحاجات دي يعني. كبرنا على الحاجات دي. حصل وتاه منك كاريكه كتير؟ قعدت تدور عليه مش لاقيه؟ دورت عليه وجبته على طول. بتدور عليه ازاي وبتجيبه ازاي؟ يعني برجعه تاني لاسوان. بترجعه لاسوان؟ لجذوره يعني. لجذور. بتعمل حاجات وتندم عليها ساعات؟ زي ايه؟ زي اما يبقى الشر جوايا. اللي بتكسبهم اكتر ولا اللي بتخسرهم؟ لا اللي بكسبهم على طول، ما بخسرش حد خالص. اكتر حاجه تعكنن على مزاجك يا عصام؟ اما اقوم الصبح وما اشربش الشاي باللبن. شاي باللبن لازم. طب نفترض انك قمت وما كانش فيه لا شاي ولا لبن. بخرج بره البيت واتمشى، اروح اقعد في اي مصيف. امتى تلغي عقلك؟ ما بلغوش طول عمري خالص. ممكن تغير من حد فنان اكتر منك؟ طبعا طبعا كتير مطلوبه. دي غيره صحيه؟ طبعا مطلوبه. مين اكتر حد بتغير منه في الوسط الفني وحاسس ان هو مبدع قوي؟ لا ساعات بيبقى هو مثلا عمل لحن جامد، عمل اغنيه جامده فغير منها بس. لكن انا اقدر اعمل اجمد منها بسهوله يعني. بتخاف من الحسد؟ لا انا يعني بتكلم على طول، اي حاجه بعملها بتكلم وما بتحصلش بعد كده. فخلاص طعمت يعني. تحب تغير اسمك؟ لا عصام كاريكا ده ماركه. سؤال دايما بترفض الاجابه عليه لما حد يقوله لك؟ لا مفيش، انا دي بجاوب لك. احنا 60 سؤال انت سائلني اهو. مين من زملائك الفنانين عنده عقده ونفسك تفكها له؟ احمد ادم عنده عقده؟ ما بيركبش طياره. يعني اول اكنك بتموته ان هو يركب طياره. يعني لما بنروح نعمل عمره سوا احنا في الطياره بيكون يوم فظيع يعني. عصام كاريكا مهمل في صحته؟ شويتين. شويتين مش شويه. ليه؟ لان مفيش وقت ان انت تهتم بالصحه اكتر. تدي لنفسك كم من 10 في الاخلاص والوفاء؟ والله 7. حاسس انك مهم؟ حاسس اني مهم قوي. قوي ولا مهم بس؟ لا حاسس ان انا مهم لان انا ملحن كويس. لو في لحظه خطر بتواجهها ولا بتهرب منها؟ لا لازم اواجهها عشان احلها بسرعه. احلى مفاجاه حصلت لك الفتره اللي فاتت؟ الغنوه بتاعت شيرين. انا كنت من زمان نفسي اعمل شيرين غنوه. شخص مشتاق تشوفه رغم انه بعيد عنك؟ حبايبي يعني. امتى كاريكا ينفجر؟ اما تيجي على كاريكا. فاضل لي سؤال اخير بس قبل ما اقوله لازم اسمع صوتك، عايزك تغني. واللي بيرجع في كلامه يقولوا عليه عيل، واللي يقصر في غرامه يقولوا عليه عيل، واللي ما يعرفناش عيل، واللي بعنا بلاش عيل،
كل الناس تندهله تقوله الواد ده هو عيل. دي غنوة جديدة لسه عاملها يعني. عصام كاريكا تقول لي مين يا معقدني؟ يا معقدني اقول لابني الصغير يا معقدني. ليه؟ يعني بيلعب كتير وطلع عيني يعني. واخد منك ايه؟ واخد مني الشقاوة. ربنا يخليهولك. الله يخليك. كل سنة وانت طيب. سلام.